المرض الثاني هو الناتج عن التري طفيل او اولي، طفيل اولي في الدم اللي هو ترابنسوما. وده ايه بنسميه حاليا اللي هو كذا عده مسميات، بعض المناطق بتسميه بالدباب، وبعض المناطق الثانيه بتسميه بالباديه، وده في الباديه كلها بيسموه الزريجي او الدباب او سيوره او ساره. ده كل مكان بيسميه اسم حسب الدارك عندهم في المكان ده. المرض ده بينتشر بين الجمال في منطقه الشرق الاوسط. خلي بالكم كمان لو اهملنا الاصابه بدون معالجه 100% هتكون مهلكه ايه للجمل. العامل المسبب لهذا المرض هو قلنا طفيل وحيد الخليه، بينتمي الى عائله ايه الترايبنسوما افنسي. دي ايه العائله اللي هو بينتمي لها هذا الطفيل. انتقال المرض وانتشاره، خلي بالكم من الحته دي كويس قوي عشان ده من اهم الامراض واخطرها في الها. بتكسر الاصابه مع الذباب، يبقى المرض ده بيتنقل عن طريق ايه فيكتور، عن طريق ايه عامل وسيط. يبقى مناجم قاوم، يبقى هنقضي على العامل الوسيط. يبقى تكسر الاصابه عند ايه زياد الذباب الناقل، بنسميه الذباب الازرق او التبانايد. ده بيجي في اوقات الربيع اللي هو زمن معتدله في السنه، ده بشهر مارس، وخصوصا في المناطق العشبيه والمناطق القريبه من الميه، بتعتبر ملائمه جدا لتكاثر هذا الوسيط اللي هو ايه الذباب الازرق ده. كمان في عوامل بتساعد على انتشار المرض، الفصل، الطقس، تكاثر الذباب، الحاجات دي كلها بتبقى معروفة لأهل المكان اللي هو شغالين فيه، فبيقللوا ظهور الجمال في الوقت ده. طيب الحاجات دي يا اخوانا والجدب وانتشار نتيجة بقى مضطر ان هو في حالة الجدب وحالة المجاعة بيدفع البعض ان هو يخاطر وبيرتدي المناطق الموبوءة ديت في الوقت ده، وبالتالي بيتجي ايه الإصابة، وبتبقى الجمال معرضة للإصابة. أعراض المرض ده إيه؟ في نوعين. نوع بنسميه الطور اللي هو بيسموه الصب أكيوت أو الطور دون الحاد، ونوع تاني اللي احنا بنسميه الكرونيك أو المزمن. مربي الجمال أو البادو بيصعب عليه التعرف في فترة المرض. أحيانا تمتد فترة المرض دي من سنتين لثلاث سنين، بيتخلل السنتين لثلاث سنين ديت حمى وتشفى وبعدين ترجع تاني حمى. والمرض بنوع المزمن بيتميز الجمل بيبقى عنده هزال شديد، والصنم بتاعه بيقل، الدهن اللي في الصنم بيقل كمان او الشحم اللي فيه بيقل، بيحصل فقر دم للجمل وظهور القشور الجلدية. ودي بتبقى بيئة مناسبة لإيه للإصابة بالطفيليات الخارجية زي الأمل وغيره. كمان بتظهر إيه الجندس أو الصفرة أو اليرقان، بيظهر في وجود بقع على برضو على بقع دموية على الأغشية داخل الجسم، واللي بنسميها احنا الاغشيه الطلائيه، واحيانا بيحصل الهيماتيوريا او البول المدمم. ده بنلاقيه برضو من ضمن الحاجات الاعراض اللي احنا بنشوفها. طرق تشخيص الزريج ده او الدباب، ايه طرق التشخيص بتاعته؟ اهم حاجه يا اخوانا من مؤشرات الاصابه في الموسم ان بيجري فحص الحالات المرضيه عن طريق ان انا باجي اخد دم من خلال فترة الحمى، اخد عينة من الدم اثناء فترة الحرارة العالية. يبقى الاول اقيس من الشرج، اتأكد ان في حمى، وابدأ اخد الايه السامبل بتاع الدم او اخد كمية الدم ديت وايه اخدها اكشف بيها ابدأ اتعامل معها. يجب السيطرة على الحيوان اثناء الفحص،
ان انا اجيب اقطع بمشرط صغير في الودن واخد ايه كميه الدم دي او نقطه الدم دي وبحطها على شريحه نظيفه، وبعدين اجيب عليها قفر، وبعدين اسحب الدم ده او القطره دي وافرشها على الشريحه، وبعدين بغطيها بالقفر وافحصها تحت الايه الميكروسكوب. هشوف ايه تحت الميكروسكوب، هشوف اللقطه اللي انتم شايفينها دلوقتي ديت، لو النتيجه موجبه هشاهد طفيل الدم ده وهو بيتحرك بشكل لولبي بين كرات الدم الحمراء زي ما انتم شايفينه دلوقتي. ده اللي انا ممكن لو انا عايز اتاكد ان المرض ده موجود اللي هو التريبنسوما، ابدا اجيب اقطع الودن واجيب نقطه واحطها على الشريحه واسحب الكفر واشوف المنظر اللي انتم شفتوه ده تحت الميكروسكوب. طيب ايه علاج المرض؟ علاجه برضو اذهب للطبيب البيطري، بس فيها اتكلم على الاكتوبرنس الماده الفعال عن طريق السيرامين بتركيز 10%، 5 جرام في 50 ملم مكعب من الميه المقطره وبيتحقن في الوريد. كمان في ادويه كتيره موجوده في السوق، مش عايز برضه افطل فيها كتير. احنا اذهب للطبيب البيطري، اول ما تتاكد على طول ان في مشكله عندك اذهب لاقرب طبيب بيطري، اقرب طبيب بيطري شاطر في شغله، ابدا روح له وايه قول له الحيوان هبدا تعمل، هيبدا يجيب العلاج المناسب اي السولامين، الايزوميتاميديم، الكوانير بيراين كومباوند، هو عارف الكلام ده الطبيب البيطري، هيجيبه من السوق او يجيب الانترسيد بتركيز 10% جرعه 5 مللي جرام كل كيلو جرام من وزن الحيوان بالحقن تحت ايه الجلد. اللي يهمني في الموضوع ايه؟ ما يهمنيش العلاج، لان كده كده هتروح للطبيب البيطري والطبيب البيطري هيجي يقول لك العلاج كذا كذا. انا دايما بقول لكم روحوا لاقرب طبيب بيطري في العلاج، ما تعتمدش على العلاج على البروشور اللي انا بقوله او الحاجات اللي انا بقولها، لان يعني ادي المتخصص شغلته هيبدا يديك افضل. وانا بعيد الكلام عشان انت تبقى تعرف التشخيص بسرعه او تعرف ان المرض بيصاب لك ايه، عشان كده بقول لك الاعراض وبفتح في الاعراض وبركز معاك في الوقايه عشان ما يجيلكش المرض. العلاج باخده بسرعه، والافضل انك تروح لايه؟ لاقرب طبيب بيطري لك. السيطره والوقايه من المرض. اعمل ايه؟ وده اللي اهم حاجه عندي واهم حاجه اخلي بالي منها. يبقى ده فيكتور بينقله، يبقى ابعد عن الايه؟ عن الاماكن اللي فيها الرطبه، المستنقعات، الميه الراكده، اللي ابعد عنها في الرعي. ليه؟ عشان الوسيط الفيكتور النائل ده، العائل الوسيط اللي بينقل ده اللي هو الذباب، يبقى اقل. كل ما ابعد عن الوسيط او ابعد عن الفيكتور يبقى انا بعمل وقايه كويسه. كمان اعالج الجمال اللي هي خايف انها تصاب، مضطر ان انا اروح في الاماكن اللي فيها الاصابه عشان المجاعه، بدي برضو خلي بالك بعيد مره ثانيه اهو السيرامين ده برضو كويس بالنسبه للحالات دي، وجرعته اكيد الاطباء البيطريين عارفينها، ولو رحت له هيبدا يديك الايه الجرعه. ودايما بديه وقائي في شهر يناير وفبراير من كل سنه. مهم قوي عشان ايه؟ اعمل حساب ما تيجي الاصابه ما يحصليش مشكله. واهم من ده كمان محاربه الوسيط، طارد استخدام طارد الحشرات وطارد ايه الذباب. من الحاجات المهمه قوي قوي ان انا استخدم طارد الحشرات وطارد الذباب. طيب الوقايه، الخطوات اللي يجب يعملها في كل مزرعه وفي كل اصابه، سواء كان بالدباب او بالبوكس او الاصابه باللي هي بالجدري او اي مرض، في خطوات يجب اتخاذها عشان التخلص من هذا المرض. عممها دايما العلاج جاري اجري للطبيب البيطري يبدا يشتغل معايا في العلاج مع اول اصابه، ما اسيبش الحيوان يقع مني خالص وبعدين اروح للطبيب البيطري، لا ده انا اول ما تظهر الاعراض اجري بسرعه على الطبيب البيطري. الطبيب البيطري هيديك العلاج المناسب، هيديك المضاد الحيوي المناسب، هيديك العلاج المتخصص بعد التشخيص، ويبدا الحيوان يجيب معاك نتيجه. رقم اثنين تعملها ايه؟ ده في كل الامراض اعمل ايه؟ العائل الوسيط احاربه ازاي؟ عن طريق ان انا اقاوم الحشرات واقاوم دايما الطفيليات باستمرار.
بالرش الدوري بالأدوية اللي هي تقضي لي على التطور الطبيعي بتاع الطفيل، سواء كان نمف أو غيره أو الفترة دي كلها. في أدوية كتيرة في السوق، هتروح للطبيب البيطري تقول أنا عايز دواء يكفيني شر إيه الطفيليات، ويكفيني شر الحاجات اللي تشتغل عائل وسيط لتنقل الأمراض كلها. من ضمن الحاجات اللي لو هي فيروسي، دايما بقول لكم التطعيم أو التحصين ضد جود الحيوانات الصغيره بالذات قبل عمر سنه، والتطعيم ضد الايه اي مرض فيروسي او اي مرض وبائي ممكن يحصل. يبقى التطعيم ضد الامراض كلها او التحصين ضد الامراض المعديه كلها، زي بيجيلهم حمى كلعيه، بيجيلهم غيرها، بيجيلهم حمى المصدع، ده كل لازم تبقى عامل حسابك وعارف كويس جدا جدا ان اي فيروس ملوش علاج الا بالتحصين، ملوش وقاية إلا بالتحصين. العلاج اللي أنا بعالجه في أي مرض فيروسي هو علاج علاج أعراضي. علاج أعراضي يعني إيه؟ يعني أنا خايف لا يحصل آثار سلبية سنوية نتيجة للإصابة نتيجة ضعف المناعة، بيحصل عندي مشاكل، فأنا بعالج العلاج الأعراضي لهذه المشاكل عندي. لكن أهم حاجة عندي التطعيم أو التحصين أو الفاكسينيشن، ده مهم جدا. أحصن الحيوانات بتاعتي ضد الأمراض الوبائية، ضد الأمراض المعدية، ضد الأمراض اللي بتيجي في الجهاز التناسلي، جهاز تنفسي، وبالذات مرض السل وغيره. طيب وأبدأ أقوم التجريع من الحاجات المهمة برضو ضد الطفيلات الداخلي والطفيلات الخارجي. أطمن تماما أن تم القضاء عليه. الطفيلات دايما إحنا بننساها وما نفكرش فيه، لازم تعالج مره واثنين وثلاثه في خلال السنه عشان تطمن ان مفيش لا طفيلات خارجيه ولا طفيلات داخليه، والسوق مليان بادويه ضد الطفيلات الداخليه والطفيلات الخارجيه. اذهب لاقرب طبيب هيحدد لك الدواء المناسب وهيبدا يقول لك خد علاج كذا وكذا. كمان عدم العزل، السماح بالاختلاط المباشر، ولما تلاقي فيه اعراض تاخد الحيوان ده اي اعراض وتحطه في العزل عندك، وتبعده عن الحيوانات السليمة، وتبدأ بسرعة تشخص المرض اللي عندك، وتبدأ برضه تاخد إجراءاتك الوقائية واشتراطاتك الصحية، وأبدأ في التحصين بتاعتي. أعمل كمان إيه؟ ما أجيش في مكان موبوء وعارف إن هو مكان سبق فيه الإصابة ورع الحيوانات فيه. يبقى أنا عارف المكان ده موبوء، المكان ده فيه أراد، بعض المزارع زي اللي شفتها إمبارح لقيت فيه أراد فيها بيمشي على الأرض سراديب، وصاحب المزرعة بيشتكي ان هو الحيوانات بتموت عنده فجأة. فيعني انت لو جاي مدخلنا في متاهة وهو اصلا عارف ان المشكلة، يعني لو بص تحت رجليه هيعرف المشكلة جاية له منين ويعرف الحيوان مات منين. فلازم نقضي دايما على الحيوانات اللي هي بتبقى عامل وسيط او فيكتور تنقل لنا الحاجات دي. ما تروحش مكان فيه اصيب قبل كده بالديدان المعوية او اي طفيلات، بالذات الديدان اللي هي السيستود او النيماتود او حاجه زي دي اللي هي بالانجليزي، قبل مرور سنتين على الاقل من المكان ده. او زي ما احنا قلنا ان احنا نقطع لو احنا زي ما في الراجل اللي شفناه امبارح قلنا له اقطع الارضيه نهائي في محاربه الاوراد اللي عنده، وارمي الارضيه دي بره مده 10 سنتي، وبعدين فرشنا على الارضيه جير حي، وبعدين طفينا الجير الحي ده، وجبنا بعد كده رمل وغطينا الجير الحي، ودخلنا بعد كده الحيوانات عنده، وقلنا له اعمل الكلام ده في كل عنبر من العناير عشان يقضي على الاج بتاع التيك او الاوراد او السلسله بتاع الاصابه بتاع طفيلات الدم، يقضي عليها بالطريقه دي. مراقبه الحيوانات دايما باستمرار، والتنبيه الى الاعراض اللي انا بقولها دايما. اول ما تلاقي فيه اعراض ظهرت، اعراض اوليه، حيوان بعيد عن الاكل، الحيوان خد جنب لوحده، تجري بسرعه للطبيب البيطري تقول له الحقني في مشكله عندي، تعال بص على الحيوانات دي وابدا اعالج. ما تتاخرش، دي نصيحتي لحضرتك سواء كنت مربي او مهندس او فلاح او اي حد له علاقه بالحيوانات. ما تعالجش انت، لا، المطلوب من سعادتك ان انت تبص على الحيوان، اول علامه تلاقيها الحيوان بدا ما ياكلش، الحيوان بدا يلزوي لوحده، ما تستناش لما الحاجه توصل لنهايتها، لا، بسرعه روح للطبيب البيطري وقول له تعالى يا دكتور شوف الحاله ديت، وهو هيختار لك العلاج المناسب اللازم. مشاهدينا الاعزاء، فاصل صغير
وهنرجع لكم تاني بعد الفاصل. هنبدأ نستقبل تليفوناتكم، افتحوا تليفوناتكم لأي موضوع هنبدأ نستقبله إن شاء الله. فاصل